هذا الحصن الأمير منصر عبد الله القايطي، والغرض من بنايته مقرا له. ولكن فكر في عام 1944 أن تصبح مدرسة وسطى امتداد للمدرسة الوسطى بالمكلة التي أنشأت في بيت المحاضر. كل القيادات وكل القوادر للدولة كلها من المدرسة الوسطى، وكل المجاميع اللي في الدولة الوراثية كانوا طلبة عندنا. وبالعلامات البارزة في مدينة غير باوزير. تاريخ المدرسة، المدرسة الوسطى، هذا العلم الشامخ منذ بناية هذا المبنى قبل أن يكون المدرسة الوسطى، وبالعلامات البارزة في مدينة غير باوزير. هذا المبنى يقال له حصن الأزهر، ويعود بنايته في عام 1882 ميلادية. بنى هذا الحصن الأمير منصر القايطي، والغرض من بنايته مقرا له. لم يكن في مفهوم الذين بنوا هذا الحصن الكبير الشامخ بأنه في يوم أن يكون منارة للعلم. عندما جاءت النهضة التعليمية في عهد السلطان صالح بن غالب القايطي في عام 1940، طبعا في عهد الحماية البريطانية، جاءت فكرة التعليم ونهضة التعليم والاستفادة من السودان. المدرسة الوسطى كانت عبارة عن حصن للسلطنة القايطية، ولكن فكر في عام 1944 أن تصبح مدرسة وسطى. هذه المدرسة كانت بدايتها ليست في الغيل، في غيل باوزير، وإنما كانت بدايتها في المكلة في بيت المحاضير. انتقلت بعدها بثلاث دفع، أولى وثانية وثالثة، انتقلت إلى هذا الحصن عام 1944. لكن يا ترى لماذا سرعان ما تحولت إلى غير باوزير؟ هارولد إنجرامز في 1934 جاء أول زيارة إلى حضرموت وإلى غير باوزير، وشاهد المبنى هذا القديم، ثم أراد أولاً هو أن يكون التعليم في منطقة هادئة بعيدة عن ضوضاء المدن. اختار أولاً على سن سيون، لكن لم يلقى استجابة من السلطنة الكثيرية و السادة في أيام السلطنة الكثيرية، ولكن بعدين طرأت له فكرة وعاد إلى نظر إلى غير باوزير، شاف الحصن فقال هنا تستحق أن تكون المدرسة الوسطى. وهذا الحصن ظل يخدم جهتين، يخدم الجهة التعليمية والجهة الحكومية في
في الدوائر الحكومية للسلطنة في غير بوزير. تتكون المدرسة من ثلاث منازل، هي الينبوع والوادي والأحجار. جميع الصفوف طلبة اللي في الصفوف كلها، كل واحد يختار له منزل المنازل، تنقسم إلى ثلاث، ولكل عنبر رئيس، ولكل أربع غرف من العنابر منزل يغلل الأحقاف أو الوادي أو الينبوع، وله رئيس عام. كل الشكاوى توصل عبر رؤساء العنابر إلى رؤساء العامين، بعدين إلى الرؤساء الرئيس العام العام. هدوء، عدم حركة، عدم خروج حتى من غرفة إلى غرفة. وقت الراحة هذا بتنام، بتذاكر، بتكلم بهدوء أنت وجارك. المبنى هادي من وقت الراحة إلى ما أنت وقت الراحة يصفر. لا صفر صاحب داخلية رأس الداخلية، نخرج رأسا للصلاة العصر، وفي طابور إلى المسجد. صلي العصر كلهم طلبة موجودين، أنشطة تابع الأنشطة للمنازل، كل منزل كده عنده كرة قدم، تدريب كرة سلة، سباحة تنتشر. إلى فترة المغرب. قبل المغرب، قبل أذان المغرب ينصرفوا من شان يؤدوا الصلاة، ثم يعودوا بعد كده اللي هي للمذاكرة الليلية. طبعا المذاكرة الليلية يستفيد منها بعض المدرسين إذا كان ما أكملوا بعض الحاجات، أو في تفهيم الطلاب بعض الدروس اللي تتطلب منهم أن يشرحوها ويعيدوها لأنه بعض الطلاب ما فهموها، أو في أنشطة أخرى في تصحيح أو غيره. تظل المذاكرة لمدة ساعة، كانت أول بالأتاريك قبل أن تدخل الكهرباء، كان العنابر لها فوانيس، والأتاريك هذه للمذاكرة، ويستفاد منها الأتاريك في الليالي الترفيهية لكل عنبر من منازل الينبوع والأحقاف والوادي. طبعاً هذا اليوم الدراسي يكون من الصباح من الاستيقاظ حتى الأذان بصفارة النوم. بلاغة الوسطى ليس بالبساطة، بعد امتحان شهادة تنافسي لكل مدارس الدولة القاطية، ولا يختارونها إلا 40 طالب. تبدأ المرحلة الدراسية أو اليوم الدراسي منذ الصباح بالدوران على الداخليات وتصحية الطلاب لأداء صلاة الفجر، وبعدها تبدأ بعد صلاة الفجر تبدأ التصفيرة أو الصفارة للنزول إلى الملعب. عندما يقوم الطالب بعد صلاة الفجر جمباز هنا في الملعب، وكان عندنا يشرف عليها اسبيدار، شخص كان رتبة عسكرية كان يحملها، وكان تابع للمدرسة يدق الجرس ويعاقب الطلبة في حالة انه واحد خالف ولا لقى شيء، لأنه كان المدرسين ما يعاقبون بالأصل، إنما كان هودي الإسبيدار يدق الجرس ويعاقب الطلبة، ها؟ وكان مسؤول عن جمباز نشاطات الصباح الباكر.
كل الطلاب مشغولين. الدورية الصباحية اللي يقولون لها 40 دقيقة، كلهم مفرقين بين تنظيف الفصول، بين تنسيق الأشجار والبناء في الدواجن، تربية الدواجن، تصفية الملاعب. أيضا الملعب مشجر، أول ملعب على مستوى الجزيرة في داخل غيل باوزير، وهو الآن هو مقر المبنى النادي الأهلي، كان هذا كل ملعب مشجر اللي هو بالعشب الأخضر. بعد ما نخلص هذا كله نروح البيوت، نروح البيوت نلبس ثيابنا وكذا ونرجع، نرجع يكون الطابور هنا، بعدين يكون في اسمه الغياب، ما الغياب والضرب هون بذلك كذا معوخي زراناته يعطيك حقك. وهذا في نفس الوقت الناس اللي هم يمارسوا حاجات مش تمام يتم استعراض اسمائهم وتوجيههم، الناس اللي يدخنون السيجارة، الناس اللي ما ينتظموا في لبس الأحذية، أو الطلاب اللي الشعر حقهم غير مهذب وغير نظيف، إضافة لذلك الطالب اللي أسنانه ما يعتني بها، الأظافر، هذه كلها كانت الطابور يوجه فيها. بعدين ينصرفون إلى فصولهم، يدق جرس، تنتظم الدراسة، يدخل المعلمين. من يقوم بمساعدة هذا الملك أو الفرعون اللي هو القاضي وكذلك من؟ الوزير والكاتب، هؤلاء كلهم مساعدين للملك أو الفرعون. بعد الحصتين الأولى اللي هو تبدأ الفسحة الأولى، ويخرج الطلاب ليأكلوا بعض من المأكولات سواء كان في كافتيريا المدرسة أو بعضهم يذهبوا لبيوتهم. تبدأ الحصة الثالثة والرابعة، وفسحة قصيرة عبارة عن ربع ساعة، وتأتي الحصة الخامسة والسادسة. طبعا الحصص كانت محددة بالدقائق، والفسح كانت محددة لعبارة عن فسحتين، وبعض أحيان يلاحقها في يوم الخميس، يلاحقها طابور نهائي من شان التوجيهات بعد نهاية الحصص. بعد نهاية الدراسة بعد الظهر يروحون لبيوتهم، ثم يعودون في المساء. وكان المساء كان مركز فيها النشاطات متنوعة. عندنا 3 منازل في المدرسة، كل منزل له نشاط معين. الطابق الأرضي يتكون من مكتب لقائم المديرية أي المأمور، والشرطة، والسجن، والمالية. طابق الأرض متجه داخل الآن داخل المسرح الداخلي، ما كان مسرح داخلي، كان ساحة، وهذه الساحة كانت الأماكن اللي فيها المخازن، هذه كانت تحتوي على معدات المدرسة الوسطى ومعدات الأنشطة اللي يقوم بها الطلاب، كلها كانت في هذا المبنى.
الطابق الثاني عبارة عن إيش؟ الغرف كلها هذه عبارة عن سكن الطلاب المرتاحين بمسجد الوسطى من خارج غير بوزير. غرفة واحدة هذه حسب ذاك اللي يجي، غرفة واحدة فيها خاصة بمشرف مشرف السكن اللي هو المدرسين السودانيين. الطابق الثالث يتكون من فصول الدراسية، يعني من أولى إلى رابعة. المكتبة كانت في الطابق العلوي وبشقها المختبر، وبعدين تشرف على ساحة المحاضرات. المكتبة اللي هو كونت واشترت الكتب حقها من الريع أو من مدخلات الحديقة حق المجلس الوسطى. الفلوس اللي تدخلها حديقة المجلس الوسطى اللي هو تأخذ بها كتب للطلاب ووضعت فوق في الطابق العلوي، ويأتوا الطلاب أثناء الفسح يذاكروا فيها أو يقرأوا فيها، وكذلك أثناء العصر لما يجون يعملوا في داخلها كتابة الصحف والمجلات، كتابة الصحف الجدارية في التي توضع في الأخير على الجدران. طبعاً المتحف هذا كل الشعوب تفتخر بعاداتها القديمة والإرث التاريخي اللي تركوه لنا الأجداد. هذا الإرث يذكر الناس بكيف كانوا الناس. الناس ما كانوا يعرفون طاحونة. أيضاً تشوف السي دي اللي ما كنا نعرفه نحن، شوف اللي حل محله الآن الأسطوانة حق الجرامافون، طورت الآن وصلت للسي دي بعد ما كانت كاسيت. هذا يذكر الناس بعاداتهم وكيف كانوا أجدادهم يعيشون وفين وصلهم. فهذه الأمور التاريخ الناس تعرف مقدار الشعوب بمقدار تاريخها وتراثها اللي خلفوه. في 19 من أكتوبر عام 1954 تم التوقيع النهائي على اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن أرض مصر، وبالفعل تم هذا الانسحاب يوم 13 من يونيو عام 1956 من آخر المواقع وهو مبنى البحرية في بورسعيد. كانت الإعلام له تأثير في صفوف الشعب كله، وعبد الناصر والثورة 23 يوليو 56 كانت هي المنبع أو النهضة الثورية على مستوى كل الدول العربية وعلى مستوى الشعب العربي كله. طبعاً المدرسة الوسطى لعب الدور اللي هو بعد الدور التنويري والتثقيفي، لعب الدور في الجانب السياسي وخاصة بالذات المسرح، لأنه حرك الشارع وأخرج المسيرات وغيره. أن المسرح كان له تأثير كبير في عملية حركة الجماهير، وبدأ تحرك الشارع عام 1958 لما قاموا الطلاب بعرض مسرحية مصرع الخيانة وكذلك سقوط غرناطة، وهذه ثارت قضية كبيرة لأن المسرحية كانت حدثت عام 1958 عام الوحدة اللي بين مصر وسوريا. فيخرجون على من الوسطى هنا مار السوق ويجون وحاملين الصور جميلة بحرين واسمه جمال عبد الناصر والشعارات هذه أحرار أحرار لا تفريقة ولا استعمار، الهتافات يقومون تلعن فوق برميل عاش عبد الناصر يقول لك عاش، هكذا كان. واحتفلت كل الشعوب العربية بهذه الوحدة الدول العربية، ومنها حتى المدرسة الوسطى كان باحتفال وكان إجازة، والمدرسين كلهم لبسوا لباسات حقهم اللي هم كانوا يدرسون الخارج، وكان احتفالات كلها بالوحدة. من المواقف الحزينة ونحن في ثالثة وسطى
ايام الامتحانات التحضير للامتحان، كان تحضير الامتحان الاسئله تطبع بالرونيو، والرونيو هذا يشتغل بالسبرت حبر لهذا. الاستاذ عمر بن سهيلان الله يرحمه كان اللجنه لتحضير الامتحانات سريه، وكان يطبعون بالستنسل بآلة الستنسل الامتحانات. شاهدت الأقدار احترق، حصل انه السبرت ما كان اللي بجانه يرش في هذه، التهب مع الحرق الاوراق اللي هو بشكل سرية، والتهب في جسمه كله. حزنت المدرسة كلها يعني. كنا نحن في المدرسة الابتدائية، وفوجئنا الصباح أن المدرسة الوسطى أغلقت وأن الطلاب راحوا في إجازة. سألنا قالوا اليوم توفى الطالب عبد الله بالأحمر، كان حارس منزل الينبوع، وهو شخصية معروفة مغنية على مستوى المنازل منزل الينبوع. فطلعوا الطلاب وجابوا خرقة بيضاء ووضعوها على الميز حقه ووضعوا له الورد. كان منظر صراحة مبكي، كان منظر مهيب فعلا، هذا منظر لن ننساه. طبعا المبنى بعد السبعينات تحول من مدرسة وسطى أولاً إلى مدرسة للأطفال الصغار، سميت بمدرسة بن سلمان، ولكن المبنى تصدع وعملوا ترميم فيه مش متناسب، عملوا جسور اسمنتية، وطبعاً هذا مبني بالتراب، فهذا أدى إلى خطورة أنه قرية آي للسقوط، فنقلوا الطلاب إلى مدرسة أكتوبر اللي هو كان سابق المعهد الديني، وظل هذا المبنى مهجور فيه إلا الدوائر الحكومية تحت بس. ولكن بعد حرب 94 وبعد ما أصيب بحريق في بعض الغرف التي فيها كانت وثائق المحكمة وغيرها، وجاء الأستاذ محمد مديحي طال الله في عمره وقام بالترميم بذل كل جهده، لأنه من الطلبة اللي درسوا في هذه المدرسة اللي هو في الدفعة الثالثة، وقام بترميم بذل جهده كله مشان يعيد المبنى إلى اسمه ده، لكي يصبح اللي هو مركز ثقافي.